ويا صباح الخير، يسعد لي اوقاتكم صبايا. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، ان شاء الله تكون هيك اوقاتكم حلوه وسعيده مثل هذا الجو الحلو السعيد اللي عندنا باسطنبول هالكم يوم اللي مرقوا كتير حلوين كانوا. بلشت اليوم، عندي اليوم مشوار وما عندي كتير شغلات اعملها يعني بالبيت، فهيك بلشت بوجبه الغسيل. بتعرفوا هذا الشغل ما يعني ما بيخلص، الغسيل كل يوم لازم غسيل وطوي وضب وهي الشغلات الروتينيه. شاركت معكم بهذا الفيديو بشغلات كتير من ضمنهم روتيني بعنايتي ببشرتي وبأظافيري، وحعطيكم رأيي وتجربتي من هاي المنتجات اللي بستخدمها بالعناية. عندي هدول العرقين كنت هيك حاططهم بالمي لحتى يشرشوا ويطلع شرشهم، بدي ازرعهم معكم. هدول لي فترة يعني طالعتهم من الازريعة الاساسية اللي عندي اللي هي كف عبد الوهاب، فطولوا لحتى شرشوا، بصراحة صار لهم اكثر من شهر، بس هلا كم احلاهم صاروا، قلت لازم احطهم بقى بشقفة. طلع التراب عندي قليل بس قلت حازرعها وضيف عليها بعدين تراب يعني لحتى تكبر شوي. حبيت دلل حالي بكاسة شاي أخضر أنا وعم ساوي روتين العناية لبشرتي. مثل ما بتعرفوا الشاي الأخضر فيه مضادات أكسدة وكتير مفيد للبشرة يعني. احترت أول شي شو بدي أشرب، بعدين قررت خلص أخذت الشاي الأخضر السادة. بفيديو سابق شاركته معكم بدلت المنظمات تبع المكياجات عندي بدال هدول، فمن باب التدوير لحتى ما ارميهم او اتركهم هيك على جنب، فاستخدمتهم لظروف الشاي الاخضر اللي بستخدمها. بتعرفوا انه بستخدم اكثر من نوع شاي، يعني بحب انواع الشاي ونكهاتها، فلهيك لقيتها كتير منيحه لهي القصه. هلا بالبداية لازم يكون الوجه نظيف وملياف وبالغسول، إذا متحممين ما في داعي للبخار، إذا يعني مو مبخر الوش أفضل تبخره يعني لحتى تفتح المسام ويستفاد الوش من الماسك، أي ماسك إن كان طبيعي أو جاهز. هلا هذا الماسك أول مرة بجربه، في معه بيلينج هيك لتنظيف البشرة، بنمسح فيها أول الوش كله لحتى هيك ينضف، هي فيها أملاح، وبعدها بقى بنطبق القناع، وهو هذا القناع جاي بعد منه كمان نملاندرجي اللي هو مرطب ومناعم للبشرة. فبالتدريج هن كاتبين الخطوات عليها كيف ممكن نستخدمه. هلا الماسك بينترك على البشرة بين 20 و30 دقيقة لحتى ينشف تماما على البشرة، بتغب البشرة كل الكريم الموجود فيه. بستخدم انا هذا المغذي، كمان جريتس بجيبه، هو زيت بالليمون، بحطه على الاظفر، هو على اساس بيقوي الاظافر يعني لحتى يطولوا بشكل حلو. انا ما استفدت بهي الشغلة منه، استفدت انه العروق الملح اللي بتطلع حوالين الاظفر كتير خفت عندي، وحتى ما عاد طلعت يعني صدفة كتير لحتى تطلع. وانا بصراحة هو لازم كل يوم يمكن يندهن لحتى اشوف نتيجة، انا كل ما بتذكر يعني كل يومين ثلاثة ممكن ادهنه مرة، ومع ذلك شفت نتيجة حلوة عليه.
بعد ما نشيل القناع بنخليه كل شيء يغب، كل شيء بقي عليه، ومعه هذا الكريم تلكون عليه نيم لاندرجي كمان دهنته عليه. واخر شيء برطب شفايفي باي مرطب شفايف موجود عندكم، يعني نكون خلصنا هيك الروتين. كنا من زمان امهاتنا تمون النعنع، هيك تجيبوا امي النعنع، جرز النعنع، تجيب شي 50 جرزة نعنع تغسلهم كلهم هيك وتنظفهم وتنشرهم على اسطوح البيت، هيك على الحبال الغسيل، هيك يومين ثلاثة لحتى ينشفوا بعدين تطحنون. اللي زمان كتير ما عملت هاي الخطوة، لقيت النعنع خالص من عندي، وشفت هذا النعنع بالبازار، النعنع البلدي اللي هيك ريحته حلوة، اللي ما فيه هيك ريحة الكرهة الزنخة ووراقه هاي الناعمة مو الكبيرة، فحبيت هيك استذكر أيام زمان وقت كنا نساويهم، وعن جد بيكون أطيب. أنا بقيم الأعواد السميكة منه، بترك بس الأعواد الرقيقة ممكن والوراق، يعني أسهل هيك، وبغسلهم وبنشرهم. وحتى ينشفوا أسرع مديت بسكير نظيف على الصينية وفرت فوق النعنع، وبدي أحطهم برا بالبرندة بما أنه الجو حلو هاليومين، فما بياخدوا وقت كتير لحتى ينشفوا ويبسوا. بنتي هذا الأسبوع كله كانت معطلته لأنه أنستا مرضانة أخذ رابور يعني، فأسبوع كامل قعدت في البيت وهيك عم يضيق خلقها، فدقيت لبنت خالتي وقلت لها جاي لعندك، هي بيت قريب من بيتي مو كتير بعيد يعني، حملنا حالنا وطلع لعندها. سلم ايديها كتير انبسطنا وغيرنا جو، حتى سيلا هيك انبسطت، ولادة من عمر بنتي يعني، فهيك غيرت جو معهم. اتصل علي زوجي وقال لي انه جاي بكير على البيت، شو العشاء شو حتغدينا اليوم، جاي اتغدى معكم يعني، بتعرفوا بما انه بتاخر بالشغل فما بتغدى معنا، فقلت بدي اعمل اكله تكون هيك سهله وعلى السريع ما تاخذ معي وقت، يلي هي شرحات مطفايه بالثوم والليمون. قلت له بس جبنا معك هيك شرحات صدوره، يعني هون اسمها بون فيلي صدوره، شرحات بتجي يعني جاهزه عشان ما تاخذ وقت. وحطيت انا البهارات، انتم شو بتحبوا بهارات بتحطوا، لا انا حطيت بابريكا، حطيت فلفلة حمراء، حطيت قرفة وشوية زنجبيل، وحطيت كاري وملح وفلفل، واي بهار انتو بتحبوه بتقدروا تحطوه، انا اخترت هدول عشان ما يتغير الطعم كتير يعني. فهيك تبلتهم وتركتهم نص ساعة بين ما اشتغلت بالسلطة والصوص اللي بدي اعملها فيه، وكمان حعمل جنب منها رز ابيض بيلبق لهي الاكلة، الرز الابيض افضل ما لي بطاطا لايك المسا وشغل المقلاية. Thank you.
هالأيام ما بعرف ليش كتير هيك دبقاني سلطة اليخن الحمراء، عم حسة كتير طيبة وألياف عالية، بتشبع يعني أكتر من الخس ومن الورقيات التانية، فهيك عم فضل أعملها أكتر من غيرها. بحط لها بس أنا البندورة وخيار وثوم، حطيت لها بدل البصل عشان غير النكهة. بالنسبة للرز الأبيض بحب أعمله بالرز الطويل، رز البسمتي، فأنا ما بيكفوا اللي عندي، حطيت كاسة من هون وكاسة من هون، كاسة رز قصير وكاسة رز طويل، هيك نقعته نص ساعة كمان وقليتهم بشوية زبدة وزيت نباتي، وحط لهم بس ملح وفلفل، وإذا فيه هيل مطحون كمان معهم من هون بيطلع كتير طيب. لتطفاية الشرحات بدي بس عصير الليمون والثوم، وانا بحط لهم بابريكا او فلفلة حمرا ناعمة، وكمان بحط لهم تقريبا معلقة زيت زيتون، بس ما بطفيهم وهن على المقلاية بعد ما نسكبهم، اذا بيحبوا بيحطوا له، منهم ولادي ما بيحبوا يعني بياكلوا هيك بدون اي تطفاية تبعها، بس كتير طيبة بتطلع مع صوص التطفاية. هاي الأكلة كتير سريعة ودغري بيستوي الشرحات، هلا لأنه لايت كبيرة، والأصلا الكمية اللي عاملتها أنا كبيرة تقريبا كيلو ونص عاملة، فأخدوا معي تقريبا معلقتين زيت مو أكتر، حمرته هيك على الوشين، إذا الكمية الأقل يعني ما معلقة زيت بتكفي. مشان تطلع معكم الشرحات، اما اللحمة او الجاج جوسي من جوا هيك طرية ومنغنغة مثل ما بيقولوا، لا تقلبوها كتير، مرة واحدة على كل وش، يعني وش لحتى يحمر بتقلبوه على الوش التاني، بتطلع غير شكل وطعمتها غرام. ليش ما عدتي هون لا سيلا؟ جوعان؟ ايه. عم يستنى معك بده ياكل؟ وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا بمشاهدته، وإذا حبيتوا لا تنسوني من لايكاتكم، وإذا كنتوا جداد على قناتي لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم كل فيديوهاتي أول بأول. هلا بترككم بأمان الله، سلام حبايبي.